يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال بعض طلبة العلم إن السنور المنهي عن أكله وبيعه هو القط البري، أما الهر المعروف عندنا الآن فيجوز للإنسان أن يأكله وأن يبيعه لأنه لا دليل على تحريم ذلك، هل كلامه صحيح؟ لا دليل على كلامه، هو السنور يعم الهر كله، ولا دليل على تخصيصه هو بذلك. نعم.